لقارئ التاريخ، الجميع يعلم كيف نقل اليهود رهانهم من ألمانيا إلى بريطانيا عقب سقوط الألمان في الحرب العالمية الأولى، ثم نقلوه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة عقب انحسار قوة الإنجليز، والآن يسعون لنقل رهانهم من واشنطن إلى بكين. فهل دار الزمان على بلاد العم سام؟ وهل يعلم الإسرائيليون خبايا المستقبل؟ والبداية من آخر الأخبار، واشنطن قلقة من سلوك تل أبيب، والسبب الأبرز قيام الأخيرة أي تل أبيب بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بكين. وليست التجارة أو حريتها مصدر القلق المباشر، بل هو ما وراء هذه الاتفاقية، حيث هناك الكثير وراءها، ومن الكثير هذا هي مخاوف للأمريكيين من قيام الإسرائيليين بنقل تكنولوجيا حساسة لتصنيع وتطوير الأسلحة إلى المنافس المباشر للأمريكيين وهم الصينيون، وهذا تحديدا ما تحتاجه الصين لإكمال تفوقها على واشنطن. ومعلوم أن إسرائيل هي خزنة أمريكا المليئة بأسرار التقدم والتطور، وهذه الأسرار هي ما قد تقدمه تل أبيب لكي تكسب ود الصينيين الصاعدين بقوة، وهذا تحديدا ما يضاعف قلق الأمريكيين. فإسرائيل على مدار ما يقرب من 70 عاما وهي تراهن على الولايات المتحدة لضمان أمنها وحمايتها، فماذا جرى كي تفكر إسرائيل بنقل هذا الرهان؟ إن الراصد لمتغيرات اليوم وما يجري في العالم من تحولات قد يستشف تراجعا ملموسا للنفوذ الأمريكي في العالم، ولم تعد واشنطن كما كانت سابقا بعبع العالم وشرطية هو الآمر الأول والناهي فيه. فمن انفضاض العرب عن أمريكا، أو بمعنى أدق من عدم خشية العرب من أمريكا، خاصة بعد المواقف الأخيرة التي تمثلت في عدم انخراط بلدان عربية بفلك الأمريكيين لمواجهة الروس الذين يشنون حربا على الغرب، بعدم الرضوخ لزيادة البترول، وبعدم الامتثال لقوائم العقوبات على الروس، إضافة إلى علو نبرة التحدي وتحديدا من قبل الخليج الحليف التقليدي لأمريكا، حيث السعودية المتجاهلة كليا لأمريكا وتهديداتها، وكذلك الإمارات التي زار رئيسها روسيا وزاد من التنسيق والتعاون مع الروس، وحتى مصر التي تتعامل مع واشنطن كأنها ليست موجودة في هذا العالم. وليس فقط العرب، فحتى كوريا الشمالية رفعت نبرة التحدي هي الأخرى في وجه واشنطن والغرب، وباتت تعلن في كل يوم تقريبا عن تجربة صاروخية كان آخرها باليستي شق السماء اليابانية وأرعب الكوريين الجنوبيين، وكلاهما اليابان والجنوب الكوري حلفاء لأمريكا. وأكثر من ذلك، فحتى القارة العجوز التي ترتمي بأحضان الأمريكيين منذ عقود هي الأخرى شعرت بالغدر من واشنطن التي صمتت على سقوط أوكرانيا، والتي أي أمريكا وضعت الأوروبيين على خط الجبهة المتقدم للحرب مع الروس وتسببت بحرمانهم من الطاقة. وبعيدا عن كل هؤلاء وفي أي مكان في العالم، غالبية الحلفاء لم يعودوا على ثقة بواشنطن التي تتربع على عرش القوة في العالم، بينما عجزت عن حماية حليفتها أوكرانيا التي اقتص منها الروس ربع أراضيها وأكثر. كل هذه المؤشرات ربما جعلت تل أبيب تعيد النظر بكون أن أمريكا حليف موثوق ويمكن التعويل عليه في المستقبل. وعلى ذكر المستقبل، فهذا ما يبرع اليهود بقراءته غالبا، وقراءتهم له ربما أشعرتهم بقدوم لاعب جديد للقمة قد يتربع على عرشها قريبا. والحديث هنا عن الصين التي تمتلك كل أسباب التسيد على عرش العالم، فهي ثاني القوى الاقتصادية على الأرض، وهي كذلك من أقوى القوى العسكرية، وفي يدها مفاتيح عدة تؤهلها لهذا المنصب، والتي لا تخفي طموحها باعتلائه. لذا من البديهي بالنسبة لإسرائيل التي لا تستطيع العيش من دون قوة عظمى تحميها وترعاها أن تدشن رهانا جديدا على أبطال المستقبل. وللأمانة التاريخية، فهذا ليس أمرا جديدا على تل أبيب، فهي تسعى منذ سنوات لاستمالة بكين، وقد سبق لها منذ عقود أن قدمت للصينيين هدية من خلال مساعدتها على تطوير سرب طائراتها.
تسريبات إسرائيلية للصينيين كانت قد أسفرت عن ولادة طائرة جي 10 فخر المقاتلات الصينية في الجو، والتي في أساسها تحاكي طائرات الأفي الإسرائيلية المستندة على طائرات الأف الأمريكية. وقبل هذه الطائرة كان صاروخ P-8 الصيني الذي هو أيضاً تم تطويره بمساعدة إسرائيلية، وهذا ما تخشاه واشنطن أو تخشى أن يتكرر في أسلحة أخرى تعتبر أكثر حساسية. فالإسرائيليون في مسألة أمنهم ووجودهم لا يهمهم كثيراً من ساعدهم أو وقف بجانبهم، بل من هو قادر على ضمان ذلك طوال الوقت. وفي حال باتت أمريكا غير قادرة على ضمان هذا المطلب الإسرائيلي، لن تجد تل أبيب حرجاً في تغيير الاعتماد عليها. وهي أيضاً أي إسرائيل التي ازداد غضبها من الغرب بعد إلغاء أستراليا اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل. فكل ذلك بالنسبة لتل أبيب يعتبر أسباباً كافية لعكس الاتجاه نحو الشرق، وهي التي وهي تمد ذراعيها للصين لم تنسى الهند الصاعدة بقوة أيضاً. وتلك سياسة انتهجها اليهود عبر الزمن منذ كانت الوكالة اليهودية هي التي تقوم بأمرهم. وفي استعراض سريع للتاريخ، يظهر أن ألمانيا كانت أول دولة توجه إليها مؤسس الصهيونية ثيودور هرتزل طالبا مساعدتها في إقامة دولة يهودية، حيث التقى هرتزل بالقيصر الألماني آنذاك ويلهلم الثاني لطلب دعمه بتأسيس دولة يهودية في الشرق برعاية ألمانيا. ورحب القيصر بهذا التوجه، خاصة أن كثيرا من الزعماء الصهاينة كانوا من اليهود الألمان، بالإضافة إلى أن الثقافة الأصلية لهرتزل نفسه كانت ثقافة ألمانية. واشتدت علاقة اليهود بالألمان في تلك الفترة، وكان الرهان الصهيوني على الألمان كبيرا، حتى أنه مع دخول ألمانيا في الحرب العالمية الأولى قاتل في صفوفها أكثر من 100,000 يهودي. ولكن بعد الهزيمة الساحقة للألمان على يد الحلفاء بقيادة إنجلترا، نقل اليهود رهانهم على الإنجليز، حتى أنهم عقب الحرب مباشرة أو في سنواتها الأخيرة قاموا بالغدر بالألمان ودعموا الإنجليز على حسابهم في الحرب، ما مكن بريطانيا من التفوق رفقة الحلفاء. وتمكنوا آنذاك من نزع وعد بلفور العام 1917، واستمرت بريطانيا كراعية لليهود ومشروعهم في فلسطين حتى جاءت الحرب العالمية الثانية، وبدأ أن الإنجليز لم يعودوا الحصان الرابح. ويذكر التاريخ أن اليهود في فلسطين قاموا بمهاجمة الأهداف الإنجليزية تحديدا عقب انقضاء الحرب العالمية الثانية، وكان هذا تمهيدا لنقل الرهان للقوى الصاعدة بقوة آنذاك. والحديث هنا عن الولايات المتحدة التي حسمت الحرب الكونية الثانية ودشنت قدما على قمة العالم بقنبلتين نوويتين، لتبدأ قصة الرهان اليهودي على أمريكا بعد أن ثبت اليهود حضورهم في الولايات المتحدة. لكن الملاحظة من كل هذا التاريخ هو الغدر اليهودي بالحليف، فما إن يسقط أو يقترب من السقوط حتى يتلقى طعنة من اليهود تجهز عليه. وهذا ما فعلوه بألمانيا وبريطانيا. ليأتي السؤال عما إذا كانوا قد يكرروا ذات الأمر مع أمريكا، وذلك من باب التقرب للصين العملاق القادم بقوة، والذي قد بدأت ملامح هذا الغدر بالتكون مع القلق الأمريكي من اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والصين كما ذكرنا، وخشية الأمريكيين من تسريب الإسرائيليين لأسرارهم الحساسة من تكنولوجيا تصنيع الأسلحة. وربما يخفي المستقبل ما هو أكثر، فالتاريخ يقول أن إسرائيل لا يهمها سوى مصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب حليفها الذي رعاها وقدم لها الكثير لسنوات. وبذات الوقت معلوم جيدا مدى حنكة اليهود باستشراف المستقبل والتنبؤ بأحداثه. فهل تكون الخطوة الأخيرة هذه رياحا تنذر بأفول نجم الولايات المتحدة؟ لا شيء مستبعد، والأيام القادمة ستكون كفيلة بالإجابة.